هل قررتم الانسحاب وكم جمعتم الاقتراحات ولماذا الانسحاب؟ نعم، البارح في اجتماع المجلس الوطني علنا رسميا انه جمعنا اكثر من 60,000 توقيع اللي راهم اليوم حاضرين معنا، وكان اكثر من 5,000 اللي باش يوصلوا اليوم غدوه، لكن اليوم اللي قدمنا للصحافه ومن حقهم باش يفتحوا كل العلب ويشوفوا باللي الارقام حقيقيه. جمعنا اكثر من 60,000 واكثر من 30 ولايه، فالملف اللي يداع امام المجلس الدستوري جاهز تماما وكامل، لكن القرار هو انه بعد التحليل الوضع الجزائر خرجت من المسار الانتخابي ودخلت في مسار انقلابي، ولهذا السبب احنا ما نشاركوش وما نتقدموش للمجلس الدستوري لإيداع الملف، ونندد بهذا الانقلاب ونرجع إلى الشعب، لأن اليوم بقى الشعب الوحيد اللي يقدر يفصل المعادلة ما بين سلطة تعسفية عندها كل القوة المالية مال الفاسد إلى آخره، لكن فقدت الأخلاق والمعنويات ويعني البعد السياسي والحضاري. أما المعارضة مازالها ضعيفة مشتتة، حتى ولا الموقع نتاعها قوي جدا معنويا وسياسيا. الآن نظن لازم الشعب هو اللي يدخل في المعادلة. إذا يعني كان الشعب تجند وندد بقوة وعبر على الغضب نتاعو، ربما يوقف هذا المسار الانقلابي ونبدأ نبني عهد جديد بعد دفن نهائيا هذا النظام الفاسد. سيدي جلال، بعد انسحابكم ما هي، هل تدعون إلى مقاطعة انتخابات؟ هل تدعون ما هي الحقيقة هو أنه احنا ما بقاتش انتخابات اللي راح نقاطعها، لأن أصلا صفحة مسرحية فقط، فإذا لن نشارك في هذه المسرحية، ونظن أنه لازم اليوم نشارك كجزء لا يتجزأ من الشعب ومع الشعب في الاحتجاج نتاعه. اليوم يعني احنا نعود ونرجع إلى مصدر السيادة، ولازم اليوم مع الشعب نقول الكلمة لا لهذا النظام، لا للعهدة الرابعة، لا للفساد المعمم، ولازم نغير النظام جدريا.